الرحيم. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا بكل خير كده يا رب. هنبدأ مع بعض الواير انتنز. الواير انتنز، وليتس سي ان احنا هنسمي الجزء ده بارت 3 1 1. اوكي، احنا قلنا 4 في كتاب بلانز. طيب احنا النهارده هنتكلم على الاجزاء دي كلها في الواير انتنس، بس دلوقتي هنتكلم على الانفينيتيزمال دايبول. اوكي، افتكر معايا السلايد ده اللي كنت قلت لكم ان انا هفكركم بيه كل فتره، وهندور فيه على البندقه بتاعتنا اللي هي الاي والاتش، وده باستخدام الجي والام. ولاما هحتاج ان انا اجيب الاي والاف او اعمل دايركت انتجريشن. في الانفينيتيزمال دايبول انا بجيب الاي والاف، وبعد كده بجيب منها الاي والاتش اللي هي البندقه بتاعتنا، وبعد كده ببدا اجيب كل الانتنا بارامترز. اوكي، افتكر معايا الموضوع ده كويس، ان احنا ماشيين طبقا للرول دي. بص، نفتكر مع بعض كده الجنرال فورمز بتاعت الدايفيرجنس والجراد والكيرل والديف والكلام ده كله والنبلة. قلنا ان احنا عندنا الكيرل ايه بتساوي واحد، فور اكزامبل يعني واحد على اتش 1 اتش 2 اتش 3 وفي المحدد ده. اوكي، اي حاجة اهي موجود. انا مثلا هتكلم على السفيريكال كوردينيت، يبقى اليوز بتاعتي يو 1 ويو 2 ويو 3 اللي هي الار والثيتا والفاي. اوكي، يبقى اي يو هنا هشيلها واحط المناظر ليها. اوكي، يعني هنا مثلا بارشل باي بارشل يو 1، لو انا بتكلم في السفيريكال كوردينيت يبقى كاني بقول ايه، بارشل باي بارشل ار، وهنا بارشل باي بارشل ثيتا. طب الاتشز اتش 1 اهي بواحد، يبقى واحد في اتجاه الاي ار، بعدين ار في اتجاه الاي ثيتا، وبعدين ار ساين ثيتا في اتجاه الاي فاي، وهكذا بقى. اي حاجه عايز اجيبها لاي كوردينيت ممكن استخدم السلايد ده، هيبقى كافي جدا. ندخل على الواير انتنس. الواير انتنس اتس ستارت وذ انفينيتيزمال دايبول، يعني حاجه متناهيه الايه، متناهيه الصغر. ومعنى ان هي متناهيه الصغر بقول ان اللينث بتاع الدايبول اقل بكتير من لامدا على 50، او اقل من يساوي لامدا على 50، ونص القطر بتاع الانتنة دي يعني بتاع الواير ده نص قطره اقل بكتير من ايه، من لامدا. فبالتالي الكارنت بتاعي بيكون ايه، بيكون كونستانت، لان انا عندي حتة سلكة صغيرة واللينث بتاعها اقل بكتير من لامدا، ده اقل من لامدا على 50. اوكي، فالساين ويف او الكوساين ويف عشان تعمل سايكل كاملة هتبقى عندي لامدا. تمام، فانا هنا الاي بتاعتي قيمتها اي نوت كونستانت، لان الكارنت بتاعي يكاد يكون كونستانت على الباند على اللينث ده. اوكي، يبقى انا عندي الاي او الجي بتاعتي اللي هي الكارنت دينستي او الكارنت مع التايم، يبقى احنا هقدر اقول ان الكارنت بتاعي انا حاطط الانتنة في اتجاه الزد، يبقى الكارنت هيمشي في اتجاه الزد، يبقى اي نوت كوساين اوميجا تي. اوكي، يبقى انا كده عندي مين، عندي الكارنت. اوكي يا شباب، هجيب مين، هجيب الاي عشان اجيبه بدلاله الكارنت بستخدم الايكويشن دي. اوكي، الايكويشن دي كنا احنا اوريدي اخدناها في الفيلد. تمام يا شباب، طيب يبقى الاي بتاعتي بتساوي ميو على 4 باي انتجريشن على اللينث من ماينس ال على 2 ل ال على 2 اللي هو اللينث بتاع الدايبول ده. اوكي، في قيمة الكارنت يو ماينس جي كي ار على ار، وبعمل انتجريشن على الدي ال داش اللي هو اللينث بتاع الدايبول. طيب يبقى انا بشيل بدل دي ال داش بتبقى دي زد داش، وكل الكلام ده اي حاجة كونستانت بطلعها بره، يبقى هلاقي الحاجة الوحيدة الفانكشن في اللينث هي دي. اوكي، يبقى لما اعمل انتجريشن دي هلاقي الاي بتاعتي بتساوي اي زد ميو اي نوت يقص ماينس جي كي ار على 4 باي ار في ال، يبقى انا جبت مين،
جبت الايه، جبت الايه، هدور على مين؟ هدور على البندقة بتاعتي لسه. يبقى انا الايه اهو، ده اللي كان لسه في السلايد اللي فاتت. اوكي كده. طيب ده فين؟ في اتجاه الزد. لو عاوز احولها للسفيريكال كوردينيت يبقى هعمل الترانسفورميشن ده. الترانسفورميشن ده انتوا فاكرينه واخدتوه في الفيلد برضو كذلك، تمام يا شباب؟ بقى عشان احول من كارتيزيان كوردينيت الى سفيريكال كوردينيت يبقى بعمل الترانسفورميشن دي. يبقى هلاقي الاي بتاعتي اي ار بتساوي الكلام ده، واي ثيتا بتساوي الكلام ده، واي فاي بزيرو، تمام؟ يبقى انا عندي مين دلوقتي؟ عندي الاي. هبدا ادور على المين؟ ادور على اول حاجه في البندقه بتاعتي وهي الفيلد كومبوننتس، الاتش. الاتش بتساوي 1 على ميو كير لاي، ودي برضو كذلك الايكويشن دي اخدناها في الفيلد، ولو ما كنتش فاكرها يبقى حضرتك افتكرها واحفظها. يبقى انا محتاج اجيب الكير لاي اهي، اطبق القوانين اللي احنا لسه كنا حاطينها من شويه صغيرين، تمام يا شباب؟ يبقى هلاقي لما افك ده هلاقي الاتش ار بزيرو والاتش ثيتا بزيرو والاتش فاي هي اللي ليها قيمه، ودي القيمه بتاعتها. اوكي. طيب منها، من الاي برضو هجيب الاي، يبقى الاي اي الاي اي ايكوال ماينس جي اوميجا اي ماينس جي 1 على ابسلون، اسف، 1 على اوميجا ميو ابسلون نابلا ديف اي. عندي الاي، عندي الاي، اعرف اجيب الديف اي، اعرف اجيب الديف اي من برضو السلايد اللي احنا حطيناه. يبقى هلاقي ان الاي ار لما افك الكلام ده هلاقي الاي ار بتساوي كده، والاي ثيتا بتساوي كده، والاي فاي بتساوي زيرو. يبقى انا السكس كومبوننتس اللي هم ثلاثه للاي وثلاثه للاتش صفيوا على دول، صفيوا انه في ثلاثه ليهم فاليوز وثلاثه بصفار، ثلاثه بصفار الاي فاي والاتش ار والاتش ثيتا هم اللي ايه، هم اللي بصفار. حلو قوي. تعالى بقى لما هقول ان انا في الفار فيلد يبقى الكي ار اكبر بكتير من الواحد، يبقى الاي ار هتقول للزيرو، لان انت عندك الار في المقام وسكويرد، فبالتالي هتصفر لك الدنيا دي كلها. هيتبقى من ال 6 كومبوننتس 2 كومبوننتس، واحد للاي ثيتا واحد للاتش فاي. اوكي، اللي هو قدامك ده، بص كده معايا، ده الاي ثيتا عباره عن شويه حاجات في ساين ثيتا، والاتش فاي شويه حاجات في ساين فاي. اوكي يا شباب. طيب واحنا عارفين الاي ثيتا على الاتش فاي بتساوي الزد بتاعت الويف، او اللي هي الايتا، لو تفتكروا كنا بنقول ان الايتا بتساوي الاي ثيتا على الاتش فاي بتساوي الروت بتاع الميو على الابسو. يبقى انا جبت مين دلوقتي يا شباب؟ جبت البندقه بتاعتي. اوكي، بعد ما جبت الاي ثيتا والاتش فاي زي ما انت شفت كده ان هي اصبح عندي تو كومبوننتس، هبدا اجيب الانتنا بارامترز. لقيت البندقه بتاعتي خلاص يا شباب، جبت الاي والاتش، الاي والاتش. طيب ال W نص الريال بارت اي كروس اتش كونجكت، تذكر معايا بقى، افتكر معايا كل اللي احنا ايه قلناه في ليكتشر 2. جبت ال W طلعت بكام؟ شويه حاجات في اتجاه الاي ار، ايتا على 8 اي نوت ال على لامدا كل سكوير، ساين سكوير ثيتا على الار سكوير. ولو تفتكر احنا في بعض الحالات كنا بناخد الاكزامبل ده ونحل عليه، اقول لك جيفن دبليو بكذا هات لي بقى ايه شويه حاجات تانية. طيب الراديتد باور خلاص بقى هعرف اجيبها، البين الدبل انتجريشن على الاس دبليو دوت اس، عندي الدبليو عندي الدبليو، يبقى اعرف اجيب مين؟ البي راد. اوكي يا شباب، هعرف اجيب البي راد بتاعتي اهي من الايه، من القوانين اللي احنا درسناها قبل كده. لقيت ان البي راد ايتا باي على 3 اي نوت ال على لامدا كل سكويرد. اوكي يا شباب. طيب الراديشن ريزيستنس البي راد اهي نص الاي نوت سكوير ار ار، يبقى اعرف اجيب الار ار من نفس القانون اللي احنا درسناه قبل كده، لقينا ان الار ار بتساوي 80 باي سكوير في ال على لامدا كل سكوير. الانبوت امبيدنس اهي ار ار على ساين سكوير كي ال على 2. كل ده منين؟ هات لي بقى القوانين اللي هي بتاعت ليكتشر 2 وابدا طبقها. الدايركتيفيتي، الدايركتيفيتي 4 باي يو ماكسيمم على الباور راديتد، عندي اليو عندي اليو، عندي البي راد عندي البي راد، يبقى اقدر اقول احسب ان الدايركتيفيتي بتاعتي
بتساوي الكلام ده، يبقى تطلع 3 على 2. طبعا انت لازم تثبت الكلام ده. طيب الاريا افكتيف، الاريا افكتيف بتساوي لامدا سكوير على 4 باي دي نوت. اطبق الكلام اهو، يبقى تطلع الاريا افكتيف بتاعتي 0.119 لامدا سكوير. تعالى نرسم الراديشن باترن بتاعنا. الراديشن باترن بتاعنا ارسمه كده، هتلاقي ان انت اليو بتاعتك ساين سكوير ثيتا، يبقى هتلاقيها يعمل لك فيجر اوف 8 معاك. والماكسيمم بتاعك، الماكسيمم بتاعك فين بقى؟ عند ثيتا ايكوال 90. طب انت حاطط الاليمنت كده، يبقى الماكسيمم بتاعك فعلا كده عند ثيتا ايكوال 90، اللي هو عامل شكل الدونات داش بقى.